خد يوسف يقول لي انا افضل مصاحب رجاله لحد امتى جس ليفل ولا ابعت لي نودز ايه تخيلك احنا اللي احنا رايحين عليه ده عادي ان في ناس هتخش جوه هتلاقي في ناس بتبوس بعض جوه احساسك بتجربه زي دي تجربه في اي حته اللي احنا داخلين على اسعد لحظات حياه البني ادم عم صور انت بقى حته ضلمه جوه الوقت وانا بص معانا ويسف والله حرام عليك يا عم يوسف على الصدر الوقت حالا مفيش ابو يعني عامل ازاي؟ عامل ايه دلوقتي؟